كابتن هاني، كابتن اسامه اتكلم على ان النادي الوداد ممكن بكره ما يضغطش من قدام. طب هل بكره ممكن في بدايه المباراه مستر موسيماني يفاجئنا ويضغط هو في بدايه المباراه او اول ربع ساعه على الاقل من قدام ملعب الوداد؟ لا ما اعتقدش يا كابتن، صعب جدا، صعب جدا. انت النادي الاهلي وبيلعب بره ملعبه على اساس ان هو يحرز هدف مبكر، يخطف هدف مبكر. بس ما ينفعش اول مباراه، ممكن بعد يعني بعد تلت ساعه او ربع ساعه تبدا ان انت تشوف الجو، حاول تمتص حتى الحماس بتاع لعيبه الوداد، لان طبعا لعيبه الوداد نازله زي ما كابتن اسامه قال، نازله خسرانين بطوله مهمه زي الدوري المغربي. فهيبقى نازل هو ما فيش قدامه دلوقتي ان هو ياخد، عايز ينافس على بطوله ابطال افريقيا. فطبعا حته ان هو ينزل مستر موسيماني ينزل من اول الماتش ضاغط، ما اعتقدش. اعتقد ان هو هيأمن الاول، يلعب زون الاول نص ملعبه لحد ما يشوف الدنيا هتمشي ازاي. بعد كده يبدا يشتغل اسكان بقى، هيضغط من قدام، لان احنا شفناه في الماتشات الدوري وماتش بيراميدز فعلا كان عمل الحته دي، حته الضغط العالي كان بيعملها فعلا في اوقات من المباراه. فما اعتقدش ان هو ممكن يعمل كده، لكن هو ممكن يلعب يعني يعتمد على حاجه تانية، ممكن يعتمد على حاجه تانية، لان انا شايف ان في مشكله عند نادي الوداد في عدم رجوع الخط الامامي يا كابتن ايمن. عندك حوالي اربع لعيبه اللي هو بديع اوكو واسماعيل الحداد وايمن الحسوني ووليد الكارتي، دول الرجوع بتاعهم قليل. صح، وفي مساحات كبيره جدا. بالظبط بالظبط بالظبط. الكونتاكت بينهم وبين يعني مثلا بديع اوكو وعبد اللطيف نصير، الكونتاكت بتاعهم في حته الدفاعيه، مش بتكلم في الهجوميه، بالحته الدفاعيه دي بيبقى قليل جدا. لان عبد اللطيف نصير اللي هو الباك رايت ويحيى عطيه الله اللي هو عطيه الله تقريبا، دول غالبا بيبقوا لوحدهم كتير، لان الحته الدفاعيه زي ما قلت بالنسبه للخط الهجومي بتبقى ضعيفه شويه. لكن طبعا اعتقد ان مستر موسيماني زي ما الكابتن اسامه قال برده، ان هو هيقدر اول حاجه ان هو يركز فيها ان هو يستحوذ على الكوره، لان ده اللي شفناه برده في الثلاث ماتشات اللي مسكهم. الراجل بيلعب كوره على الارض، ما بيعتمدش على الطويل خالص، مع ان انا شايف ان المباراه دي مهمه جدا، ان انت ممكن تغير طريقه لعبك وتلعب على الطويل. لو عندك مثلا واحد زي بادجي، ده يعني ده انسب حل للراجل ان هو يلعب عليه يعني. وبرده في برده يعني عندك الشحات، وعندك ان شاء الله باذن الله اجايه، الناس دي الناس اللي بتلعب قدام دي عندهم بيبقوا محطه كويسه قوي، ان انت تقدر تقف على كورتك وان انت تستغل المساحات اللي هتبقى في الحته اللي هي ورا الباكين. طبعا محتاج سرعات برضو. اكيد اكيد، انا اعتقد ان جيراردو هيبقى ليه دور في المباراه دي. انا اعتقد يعني انا حاسس ان الراجل فعلا يعني حتى ممكن يبقى ليه دور الشوط الثاني، ممكن، لان طبعا الشوط الثاني طبعا هيبقى برضو الضغط هيبقى عليك اكتر، لان طبعا طول ما الوقت بيعدي وانت متعادل او انت عامل نتيجه كويسه، فبالتالي الوداد هيبقى عندهم شراسه اكتر ان هم عايزين يحققوا نتيجه كويسه، لان طبعا في شوط ثاني في القاهره. صحيح. فهم كل تركيزهم ان هم عايزين يكسبوا المباراه. فزي ما قلت لحضرتك يا كابتن ايمن، انت لازم تستغل الحته اللي ورا دي، لان صحيح. هي دي اللي هتكسب النادي الاهلي ان شاء الله. طبعا التشكيل هنتكلم فيه بعد كده، بس انا عايز اتكلم برضو على كام لعيب في فرقه الوداد. يعني الحته اللي قدام دي كلنا اتكلمنا فيها وقلنا ان هي مهمه جدا. عندك برضو يا كابتن ايمن الراجل يحيى جبران، ده الراجل ده مهم جدا في تشكيل النادي الوداد، بيعتمدوا عليه ان هو راجل يعني بيجري كتير جدا ومالي حته السته دي لوحده. ساعات الكارت لما بيطلع، لان الكارت كلنا عارفين ان هو لعيب مهاري وبيحب ان هو بيزيد هو وايمن حسوني، فالراجل ده بيبقى لوحده دايما. فانا اعتقد ان قفشه برضو لو بكره ان شاء الله في حالته هيبقى ليه دور كبير في الحته دي، ان هو يقدر ان هو يستغل ويعمل الثغرات اللي بين خط الظهر وبين خط الوسط، ان هو يبقى في مساحات كتير جدا في الحته دي. طبعا مع المساعده طبعا ان شاء الله باذن الله ديانج والسوليه او حمدي فتحي، لو نشوف مين اللي هيلعب فيهم، لان لسه ما نعرفش الراجل هيبدا بحمدي فتحي سيرد باك ولا هيبدا بيه في وسط الملعب. فاعتقد ان المباراه بكره هتبقى يعني مش هقول مفتوحه، لكن هيبقى فيها كلام كتير جدا، هيبقى فيها كلام كتير جدا وفيها تفاصيل كتير قوي. واعتقد ان النادي الاهلي ان شاء الله لو الراجل اشتغل على التشكيل المناسب في المباراه دي، اعتقد ان شاء الله احتمال كبير قوي ان شاء الله باذن الله يعني ان انت تخلص المباراه من وداد باذن الله. يا رب ان شاء الله.